لا والله لستم على المذهب المالكي، وأنا أقسم بالله أنكم لستم على المذهب المالكي، لستم على ما كان عليه إمام الأئمة مالك بن أنس. ونحن نتحداكم، إن كنتم على المذهب المالكي فأنتم تزعمون أنكم على عقيدته. أين أنتم من الإمام مالك مما سأذكره لك، وهذا حضر الآن فقط. الإمام مالك من أشد الناس في مسائل القبور، حتى ذكر عنه بعض أهل العلم أنه لا يجيز أن يقول الإنسان زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، زرته، حسما لمادة الشرك وسدا للذرائع، فضلا أن يذهب الإنسان ويدعو عنده أو أن يدعوه من دون الله سبحانه وتعالى. الإمام مالك لما جاءه ذلك السائل وسأله عن الاستواء الذي تؤولونه، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا وأمر به فأخرج. الإمام مالك لما سئل عن حلق اللحية قال إنها مثلى، ونراكم تلمعون وجوهكم في الإذاعات وفي الفضائيات وفي مجمعات الناس وفي الأعياد، ويخرج الواحد منهم ويتبجح ويلبس ذلك اللباس. أين أنتم من الإمام مالك رحمه الله تعالى؟ أين أنتم من الإمام مالك لما سئل عن الغنى قال لا يفعله إلا السفهاء عندنا؟ أنت تقول أنك مالكي، لا يفعله إلا السفهاء عندنا. أين أنت من الإمام مالك تقول أنك مالكي وأنت ترسل في صلاتك؟ وارجع إلى الموطأ وما بوبه الإمام مالك في الموطأ، وارجع إلى المدونة وتدبر ما في المدونة لأنكم تتكئون على ما في المدونة، وارجع إلى مختصر خليل وشراح المختصر وما ذكروه، ومنه قول الخرشي وإن فعله تسننا استحب، وقول غيره كذلك. وأنتم تقول أنكم مالكية، بل أقسم بعض المالكية والله ما أرسل مالك أبدا. تقول أنك مالكي، تقول أنك مالكي وتفتون في صدقة الفطر بأنها تعطى نقودا، أخرجها في مذهب المالكية يا مالكي، أين هي في مذهب المالكية؟ والمالكي من أشد الناس في هذه المسألة. تقول بأنك مالكي وتقول بأن الشهر يدخل بالحساب لا بالرؤية، أين هي في مذهب المالكية؟ أخرجها من كتب أئمة المالكية. وقد ذكر القاضي عبد الوهاب في هذه المسألة كلام أهل العلم وذكر مذهب المالكية، إن كنت تفقه. أم هو اتباع أهواء؟ متى ما تريد، هي مذهب المالكية قميص تلبسه متى ما شئت وتخلعه متى ما شئت؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. وكذلك إلزام الناس بالمذهب المالكي، أنتم تقول نحن مالكية، أي كأنكم تقولون لا يجوز للإنسان أن يخرج عن المذهب المالكي. لما جاء المنصور أو غيره إلى الإمام مالك وقال له أريد أن ألزم الناس بما في الموطأ، قال لا، وجعل الناس كلام الإمام مالك وعدم استجابته من فقهه، قال إن الناس انتشروا وتعلموا ما لم نعلم، تعلموا ما لم نعلم، هذا يقوله الإمام مالك. والله لو بعث الإمام مالك لتنكر لما تفعلونه. أين الإمام مالك؟ هل احتفل يوما ما ببدعة المولد النبوي؟ أثبتوها من كتب المالكية، بل جماعة من المالكية يقولون بأنه من البدع، وهذا له مقام آخر سيأتي إن شاء الله، كالفاكهاني وله مصنف وابن الحاج وغيره من أهل العلم. أين في مذهب الإمام مالك أو من كلام الإمام مالك أو حتى من تلاميذه الحضرة وضرب السكين وأنتم تباركون؟ وهذا القائل لما سئل عن المزمار، المزمار الذي يكون في ليبيا، قال لا بأس قليلا، لا بأس قليلا، لا بأس بالباطل قليلا، هكذا هكذا تقول لا بأس بالباطل، الباطل فيه قليل وكثير لا بأس،
أن يغفل عن ذكر الله. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. اسمع كلام أهل العلم في الغناء وفي المزامير، لا تغفل، لا تغفل عن دينك. إياك أن تستهويك المناصب. بعض الناس يدور مع الزجاجة حيث دارت، ويلبس للسياسة ألف لبس. ألف لبس، ما هو لباس واحد. نحن قلنا مذهب المالكي كأنه قميص عندهم، ألف قميص، قبل الأحداث بقميص، والآن بقميص، وإذا جاء صوفي بقميص، وإذا جاء مسؤول بقميص، وفي الأعراس بقميص، وفي العزاء والقرايات بقميص، وفي بدعة المولد بقميص، وعند القبور بقميص، وهكذا إذا سال لعابه في الدنيا بقميص. يا ما أكثر الأقمصة، لن تجد لها دولابا. هذا حال هؤلاء للأسف، يعني للأسف أنهم يريدوننا أن نرجع لأمثال هؤلاء. أعمى يقود بصيرا لا أبا لأبيكم قد ضل من كانت العميان تهديه. هذا حال هؤلاء. فكما قال عليه الصلاة والسلام: فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن البلية ومن العجائب، والعجائب جمة، أن هذا الرجل لما سئل هناك سائل ومذيع، هو مفتي في الحقيقة، ليس بسائل، مفتي، ويستدل للمفتي ويذكر الأدلة للمفتي، تصدر للتدريس كل مهوس، سفيه يدعى بالفقيه المدرس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وسامها كل مفلس. وفي مثل هذا يقال: يا موت زر، إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي، إن دهرك هازل. نسأل الله السلامة والعافية من هؤلاء، ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. هنا كلام آخر كذلك نأتي عليه في يوم آخر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا والله لستم على المذهب.